يقول السائل: يا شيخ، ما بال السلف يسمعون آية أو كلمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستقيم حياتهم، ونحن نسمع القرآن وعدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتأثر إلا لحظات، ثم يذهب هذا التأثر مع أننا نتوب ونستغفر ولكن لا نستمر على عهد التوبة، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ الفرق بيننا وبين السلف أن السلف عندهم إيمان قوي، عندهم إيمان قوي، فإذا سمعوا القرآن أو سمعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأثروا بها واستقامت أحوالهم وعملوا بما يسمعون بقوة إيمانهم. أما نحن فإيماننا ضعيف، نستغفر الله ونتوب إليه، إيماننا ضعيف، ولهذا لا نتأثر بالمواعظ ولا بالآيات ولا بالأحاديث إلا تأثرا يسيرا، وقد يزول هذا التأثر عما قليل، هذا لضعف الإيمان. يجب على المسلم أن يقوي إيمانه وأن يقوى خوفه من الله عز وجل وتعظم رغبته في الخير حتى يكون على منهج السلف الصالح. نعم.